التدخين ليه أثار اجتماعية وصحية شديدة للغاية. يعني سرطان الرئة فرصة حدوثه للمدخن 11 مرة أكتر من غير المدخن. نفس الكلام في السد الرئوية، يعني السد الرئوية أو COPD فرصتها مع المدخن 4 مرات أكتر من غير المدخن. نفس الكلام لو اتكلمنا على الربو، نفس الكلام لو اتكلمنا حتى على انقطاع التنفس أثناء النوم اللي بيجي للمدخنين ضعف فرصته لغير المدخنين. طبعا الحملات للتدخين ليها اساليب كثيره للغايه انتهجتها الدوله المصريه منذ فتره، منها واشهرها هي زياده الضرائب. فاحنا مثلا هنلاقي ان حصيله الدخل للضرائب من السجاير حتى الان في مصر وصلت تقريبا 75 مليار جنيه، منهم مخصص للتامين الصحي، مثلا 25 قرش من كل علبه بتروح للتامين الصحي. ده من انجح على حسب منظمه الصحه العالميه من انجح الوسائل لتقليل التدخين.